خير الايمي دا المشكل اللي كتعاني منه المنطقه عموما هو مشكل ديال ندره المياه. هذا المشكل هذا اللي كتعاني منه السكنه ديال تفروت يعني كيجي نتيجه المناخ الشبه الصحراوي اللي يعني اللي في هذا المدار ديال تفروت. و تنطلبوا من المسؤولين صراحه انهم بالخصوص اللي على القطاع ديال المياه انهم يبادروا ببناء سدود وحل هذا المشكل. هذا اللي هو مشكل عويص صراحه الله كتعاني منه السكنه ديال المنطقه ديال تفروت. هو الماء قليل في جامعه امل سورتو ملي كيجيو الناس في شهر 8 كيكون واحد العدد ديال السكان كيتزاد دونك الاستعمال كيتزاد لوتيليزاسيون ديالو دونك هذوك داك الماء قليل باش يساتيسفي دوك لي بوزوان ديال السكان. دونك من بين الاسباب كاين الجفاف تقريبا واحد 5 سنين هادي الجفاف كيتاثر على دوك الفرشات المائيه وغالبا المورد الاساسي ديال السكان هو كاين العيون ولكن العيون عاوتاني كاينين الناس اللي هما اجي ما كيقدروش مثلا يسقيو يعني سويت. السبب الثاني هو ما كاينش واحد التوازن بين عدد ديال السكان وكاين الاستعمال دونك هذاك لو ديكالاج بين هاد جوج حوايج كيخلي واحد العجف في الماء. بالنسبه لهاد الدواوير بصفه عامه ديال لا فالي دي زامل هنا كاين واحد الخصص كبير في الماء في الصيف يعني الا لاحظتي معايا راه الاغلبيه ديال الدواور كاينين على جبل الكس يعني كاينين في جبل الكس فيه الماء ولكن هذا الماء اللي كاين هنا يعني كتستافد منه حتى المنطقه ديال تفروت يعني تيتقسم على كل شيء. الور ملي كتوصل الفتره ديال الصيف كتكون واحد الندره ديال المياه هي فاش كيعانيو الناس ديال هذه المنطقه يعني هذا هو المشكل اللي تيوقع في هذه المنطقه في الصيف. الحل دابا كاينين الدواوير اللي داروا الحل ريوسهم يعني حفروا الابار ديالهم وداروا طريقه باش يوزعوا الماء على الدوار. كاين بعض الدواوير اللي داروا هذه البادره هذه. بالنسبه للشركه اللي مختصه في هذا الشيء اللي مختصه في التوزيع راه كتعطي الماء كل نهار في 3 ايام يعني مقسمه لا فالي دي زامل على 3 د المناطق. مثلا كتعطي المنطقه ا نهار تدوز المنطقه بي كتعطيها نهار والمنطقه سي نهار وهكذا حيت كما قلت لك راه كاين واحد الشح كبير في المياه.